أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. في هذه الحلقة من برنامج في رمضان سنسافر معا لنتعرف إلى عادات وطقوس الشعوب في ليلة مميزة من ليالي رمضان، وهي ليلة النصف من الشهر الكريم. سنتعرف إلى عادات أهل مصر والمغرب العربي عموما، وسنجوب مع الأطفال في حارات دول الخليج العربي، كما سنتعرف إلى عادات أهل بلاد الشام وبعض الدول الإسلامية في أماكن أخرى. رحلتنا بدأت لننطلق. رغم اختلاف الطقوس والعادات بين الشعوب الإسلامية في قدوم الزائر الكريم إلى ديارهم، إلا أن الفرح واحد والبهجة ذاتها، وكل شعب من الشعوب الإسلامية يعبر بطريقته الخاصة عن سعادته وفرحه بقدوم شهر رمضان المبارك. ومن الليالي الجميلة في الشهر الكريم والتي تحمل معاني عظيمة هي ليلة النصف من رمضان. وفي هذه الليلة أيضا يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر. لذلك أصبحت هذه الليلة ليلة من أجمل ليالي شهر المحبة والرحمة. واليوم سنسافر معكم في بلاد المسلمين لنتعرف إلى عاداتهم في هذه الليلة، وسنبدأ من مصر. تتميز الليالي الرمضانية في مصر بجمالها، ومن أجمل الليالي ليلة النصف من رمضان. ففي هذه الليلة الكثير من أهل مصر يقوم بالاعتكاف في المساجد التي تزداد فيها الدروس الواعظة التي تتحدث عن فضائل الدين الحنيف. أما خلال النهار فينشغل أهل مصر بصنع أصناف مختلفة من الأطعمة، على أن تكون اللحوم إحدى مكونات هذه الأطعمة، فضلاً عن الحلويات مثل الكنافة والمهلبية، بالإضافة طبعاً للمشروبات الأساسية كالخشافي المكون من قمر الدين والتين المجفف والزبيب والمشمش المجفف من مصر إلى الخليج العربي. هذه بلاد الخليج العربي تتشابه في عاداتها وتقاليدها، وليلة النصف من رمضان في دول الخليج ليلة من أجمل الليالي الرمضانية على الإطلاق. ففيها تمتزج الروحانيات وتزداد العبادات والخشوع للخالق. فالكثير من أهل الخليج يقصدون مكة للعمرة في يوم 15 من رمضان، كما يعتكف الكثير منهم في هذه الليلة في المساجد للذكر والشكر والعبادة. الأطفال في دول الخليج ينتظرون هذه الليلة بفارغ الصبر، فيها يرتدون الثياب التقليدية ويخرجون حاملين الفوانيس إلى الشوارع والطرقات ليطرقوا الأبواب لأخذ الحلوى اللذيذة. وهذا تقليد تتعدد أسماؤه بين دول الخليج ويتشابه في طقوسه، فيسمى القرقعان ويسمى قرنقشو وأيضا يسمى القرنقعوة. ويبقى الأطفال ينشدون ويطرقون الأبواب حتى وقت السحور في بهجة وفرح تدخل قلوب الصغار والكبار. وهذا الاحتفال هو تراث شعبي يحرص على الالتزام به كل أهل الخليج العربي، ومن الخليج العربي إلى العراق.
يا رمضان يا شهر الهدى يا شهر الندى يا شهر البركات يا رمضان. هذا هو العراق، هنا لرمضان فرحته وبهجته، وليلة النصف من رمضان لها مكانة عظيمة في بلاد الرافدين. ففي هذه الليلة تعمر المساجد بالمصلين الذين يرفعون الدعاء إلى الله، كما يعكف أهل العراق على قضاء ليلتهم في تلاوة القرآن حتى الفجر. وفي هذا اليوم من فرح أهل العراق نسافر بكم إلى بلاد الشام. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله. في سوريا وفلسطين ولبنان والأردن عادات تتشابه وتقاليد متوارثة عن الأجداد يتم إحياؤها في شهر الرحمة والغفران، شهر رمضان المبارك. يحتفل أهل بلاد الشام بليلة النصف من رمضان على طريقتهم الخاصة، فهناك العديد من المجالات التي تبرز فيها أساليب الاحتفال لدى أهل بلاد الشام من خلال جلسات القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. وتسمى العشر الوسطى من شهر رمضان في سوريا بالخرق، أي شراء الثياب وكسوة العيد ولوازمه أيضاً. أما العشر الأواخر من شهر رمضان فيسمونها صر الورق، حيث تنهمك النسوة بإعداد حلوى العيد، ولا سيما المعمول المحشو بالجوز أو الفستق الحلبي. وفي فلسطين ورغم الاحتلال يحيي الفلسطينيون هذه الليلة في المساجد، وهناك من يسافر إلى القدس ليقيم هذه الليلة المباركة بجوار المسجد الأقصى المبارك إن تمكن من ذلك. والكثير منهم يصلون على الطرقات وأمام بوابات المسجد الأقصى.
بلاد الشام، ننتقل إلى بلاد المغرب العربي. تزداد الفرحة والبهجة في رمضان في ليلة النصف منه، خاصة يوم 15 من رمضان، وكما أن جميع المساجد في دول المغرب العربي تعمر بالمصلين الذين يعكفون على قراءة القرآن والاستماع للدروس الدينية. وفي ليلة النصف من رمضان يحضر طبق واحد على مائدة كل مسلم في بلاد المغرب العربي، وهو الكسكسي الذي يعد رمزا للاحتفالات في بلاد المغرب العربي. وفي دول المغرب العربي أيضا يبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ الصباح، حيث تمتلئ الأسواق بالصائمين الذين يشترون كل ما يلزمهم لليلتهم، والسهرة العائلية التي سيقضونها، خاصة أن أهل المغرب يقيمون حفلات كبيرة لأطفالهم الذين يصومون اليوم الأول في النصف من رمضان. وعادة ما يكون إفطار يوم النصف من رمضان في بلاد المغرب العربي عموما إفطارا جماعيا، يجمع كل الأحباب والأصدقاء والجيران على سفرة واحدة من المغرب العربي إلى أندونيسيا. في أندونيسيا لشهر رمضان نكهته المليئة بالروحانيات والإيمان، فالأندونيسيون يقضون معظم وقتهم في المساجد خلال شهر رمضان. لكن في ليلة النصف من رمضان يكون الاعتكاف بالمساجد لجميع أفراد العائلة، فيتم إحياء هذه الليلة المباركة بالصلاة والدعاء. ومن العادات الجميلة في هذا البلد المسلم أن يأخذ المسلمون طعامهم معهم إلى بيوت الله. كما تقرع الطبول أو ما تسمى في أندونيسيا بالبدوق في الشوارع والطرقات، تعبيرا عن الفرح والسرور بهذه الليلة الرمضانية الرائعة. ومن أندونيسيا إلى الصومال. في الصومال رغم الأوضاع المعيشية الصعبة، إلا أن لليلة النصف من رمضان مكانة في نفوس أهل الصومال الذين يقضون أيام رمضان بالعبادة والدعاء والطاعة للخالق عز وجل، كما يقومون على افتراش الطرقات لتناول الطعام حتى يتسنى لكل عابر سبيل أن يتناول الطعام معهم. ولا ننسى الطريقة الجميلة في الصومال لإيقاظ الناس على السحور، وهي طريقة جماعية يحرص عليها الصوماليون لما لها من وقع في نفوس أهل هذا البلد. وهنا في الصومال تنتهي رحلتنا معكم، وغدا بإذن الله تعالى نسافر معا في جولة جديدة لنتعرف إلى ما في رمضان من روائع تتوارثها الشعوب عن أجدادها.